من السلة بقى نروح معاكم لريشة الطايرة. منتخبنا الوطني الأول لريشة الطايرة اتصدر بطولة أفريقيا للكبار واللي اتلعبت على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 10 والحد 16 فبراير اللي احنا فيه. مصر تصدرت الترتيب العام بعد ما حققنا 8 ميداليات وهم 3 ذهب و5 برونز، وجي كمان في المركز الثاني منتخب موريشيوس واللي جمع 6 ميداليات وكانوا 2 ذهب وزيهم كمان فضة و2 برونز. أما منتخب الجزائر فجه في المركز الثالث برصيد 4 ميداليات وكانوا 2 ذهب و2 فضة. البطولة شارك فيها 14 دولة هم مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا ونيجيريا وموريشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوغندا وبوتسوانا. كاميرا إنبوكس كانت موجودة في ختام البطولة كمان فرحت لاعبينا طبعا من خلال البطولة وفرحنا كمان بميدالياتنا. هنروح نشوف التقرير ونرجع تاني، خليكم معنا. الحمد لله البطولة دي بصراحة نتائج فوق المتوقع، بس عدلنا لها كويس قوي ولعبتنا الحمد لله وأدوا عليهم كويس قوي. نتائج الحمد لله كويسة جدا في الفرق، أول مرة ناخد ذهب أفريقيا وكاس أفريقيا اللي أهلنا لكاس العالم للفرق للبنات في الدنمارك، دي كانت أول مرة تحصل الحمد لله. برضو الولاد عملوا أداء كويس وخدوا برونز الفرق للولاد، زي ما انت شايف كده لسه مخلصين ماتش الزوجي البنات واخدين ذهب، الزوجي المختلط برضو خد ذهب، وعندنا ميداليات برونز كتير الحمد لله. فالحمد لله حاجة تسعد ان ولادنا دايما يشرفونا كده بالذات على ارضه وارضهم وارض في ارض مصر. البطولة النهارده بالنسبة لي مختلفة لان احنا عمرنا ما لعبنا بطولة افريقيا للكبار في مصر، يمكن الوحيدة اللي لعبناها كانت ناشئين سنة 2003. المرة دي مختلفة في ارض مصر، احنا خدنا غير النهارده ان احنا اخدنا اول زوجي بنات وضحى وادهم جابوا اول زوجي مختلط، احنا كمان فريق البنات لاول مرة في التاريخ نطلع اول في الفرق ونتأهل كاس العالم اللي هو هيكون في الدنمارك في شهر 5. احنا مبسوطين، انا مبسوطة قوي صراحة، بطولة على ارض مصر دي حاجة مختلفة جدا، كل مرة بنبقى مسافرين برا، المرة دي الناس كلها زي ما انت بتقول مشجعين كتير قوي، اهلنا وسطنا، فلا بصراحة يعني اللعب مختلف قوي في مصر. احنا عم نلعب بطولة افريقيا اكابر في مصر واخدت الميدالية الفضية في الزوجي المختلط، لعبنا against Egypt وكان الماتش حلو كتير حلو، كانوا النقط كتير they were really so close، ويعني الحمد لله الحمد لله يعني خسرنا بس لعبنا كويس. طبعا البطولة أول مرة النظام توماس أوبر دي تلعب في مصر يعني، فبالنسبة لنا كان ضغط كبير قوي على اللعيبة يعني، اللي احنا بطولة فردنا والناس والميديا يعني وكل حاجة، فاحنا كنا مستعدين الحمد لله. في الفرقة ما كانش فيه توفيق بالنسبة للولاد قوي يعني، بس الحمد لله تالت دي كانت إنجاز لينا يعني، وأنا الحمد لله في الميكس والسنجل عملت جبت برونز في السنجل وأول في الميكس، فده بالنسبة لي إنجاز يعني الحمد لله يعني، احنا تعبنا قوي عشان البطولة دي يعني.